أهلا وسهلا بكل متابعي الحاسة السابعة في كل مكان، وتغطية لأهم وأبرز القضايا خلال أسبوع. جريمة بشعة وقعت أحداثها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، دبح فيها شاب صاحب محل كاوتش حماته. القصة بدأت بخناقة بين راجل ومراته دفعته لأنه يعتدي عليها بالضرب، ضرب مبرح لحد ما كسر لها مناخيرها. البنت لمت هدومها وسابت البيت وراحت قعدت في بيت أبوها يوم والتاني، وحالتها الصحية بدأت تسوء. خدتها والدتها ووالدها وراحوا بيها المستشفى، وهناك أجروا لها جراحة عاجلة. في الوقت دوت الزوج طلب عدد من الجيران والأهالي والأصدقاء إنهم يتدخلوا ويتوسطوا لدى أسرة زوجته علشان يوافقوا إنها ترجع البيت مرة تانية، ولكن أسرة الزوجة كانوا رافضين رفض قاطع، فقرر الزوج إنه يحل المشكلة بطريقته. الراجل خد بعضه وخبى سكينة في لبسه وراح على مستشفى الزقازيق الجامعي، وهناك قابل حماه وحماته وطلب منهم ان مراته ترجع البيت، ولما رفضوا احتد بينهم النقاش، فالمتهم خرج السكينه اللي كان مخبيها في ملابسه وسدد عده طعنات في رقبه حماته، وقعت على الارض غرقانه في دمها. بعد ساعات اجهزه الامن قدرت انها تقبض على المتهم، واثناء التحقيق معاه اعترف وقال: ايوه انا قتلتها وكنت عايز اخلص منها من زمان، لان هي راس الافعى وهي اللي معصيه مراتي عليا. قتل والده بدم بارد. ده كان ملخص الجريمة اللي وقعت أحداثها في قفر المنفى بمنطقة الهرم، واللي بدأت تفاصيلها بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغ من شاب بيعمل فران قال فيه إن هو رجع البيت لقى والده واقع على الأرض غرقان في دمه ومقتول. أجهزة الأمن راحت مكان الجريمة، وبعد إجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود وتفريغ الكاميرات بدأت الشكوك تحوم حوالين ابن المجني عليه الكبير اللي هو أخو المبلغ، خاصة أنه ظهر في إحدى الكاميرات وهو خارج من البيت في وقت مزامن لوقت حدوث الجريمة، وكانت عليه علامات التوتر والقلق. فأجهزة الأمن جابته وبدأت تناقشه، وأثناء مناقشته اعترف بالجريمة وقال انه كان في بينه وبين والده خلافات بسبب رفضه يديله قطعه ارض كان بيملكها علشان الولد يبيعها ويتجوز بتمنها. ويوم الجريمه اتجددت الخلافات بينه وبين والده، فوالده عاير انه عاطل وفاشل وانه اخوه الصغير هو اللي بيصرف على البيت. ففي وسط الخناقه الشاب دفع والده بكل قوه، والده وقع على الارض، دماغه اتخبطت، فقد الوعي. جري الشاب على المطبخ وجاب سكينه وفضل يضربه بكل قوه لحد ما فارق الحياه. ام تجردت من كل مشاعر الرحمه وقتلت بنتها اللي عمرها ما تجاوزت السنة بطريقة بشعة. الأهالي في مدينة 6 أكتوبر سمعوا صوت ارتضام ضخم، جريوا على مكان الصوت، وهناك فوجئوا بطفلة وقع على الأرض ورأسها مهشمة وغرقانة في دمها. في البداية اعتقدوا أنها كانت بتلعب في البلكونة واختل توازنها ووقعت على الأرض، ما كانوش يعرفوا أن وراء مقتل الطفلة أمها. أجهزة الأمن نقلت جثة الطفلة للمستشفى، وبالتحقيق مع والدتها اعترفت أن هي اللي رمت البنت من البلكونة لأنها كانت بتعيط وهي ما استحملتش عيطها، خاصة إنها بتمر بأزمة نفسية من بعد انفصالها عن طليقها. مكتب بريد الشيخ زايد شهد خلال الأسبوع الماضي عملية سطو مسلح. عملية سطو مسلح نفذها 4 متهمين. المتهمين أعدوا أسلحة نارية وخططوا إن هم يسطوا على المكتب وقت أذان المغرب علشان الدنيا بتكون فاضية ويقدروا يهربوا بعد ما ينفذوا الجريمة بتاعتهم بكل سهولة. وده اللي حصل، وقدروا إن هم يستولوا على مبالغ مالية ضخمة بعد ما هددوا العاملين في الداخل وهربوا. أجهزة الأمن قدرت بعد إجراء التحريات إنها تحدد هوية المتهمين وترصد تحركاتهم، وتمكنت من ضبطهم، وبعد ما أحلتهم إلى النيابة العامة، النيابة العامة حققت معاهم وأصدرت قرار بحبسهم. حريق ضخم اشتعل في كنيسة مريمينا الأسبوع الماضي في منطقة العمرانية. النيران بدأت في الطابق الثالث وبعد كده امتدت للطابق الرابع، فالأهالي اتجمعوا ووصلت قوات الحماية المدنية، وخلال ساعات قدرت إنها تسيطر على النيران وأجروا عمليات تبريد وتعقيم للحريق علشان ما يتجددش مرة تانية. بعد كده قوات الحماية المدنية ما سيطرت على الحريق والنيران، رجال المعمل الجنائي بدأوا يفحصوا الأدلة الجنائية من موقع الحادث، وتبين إن خلل في التوصيلات الكهربائية في الطابق الثالث كانت السبب وراء اشتعال النار نتيجة ماس كهربائي. وبعد ما النيران اشتعلت بدأت تمتد لجميع أجزاء الكنيسة. الحمد لله ما كانش فيه ضحايا في الواقعة، بعض الإصابات الطفيفة، وتم إسعافهم في موقع الحادث. انفجار ضخم هز منطقة دار السلام قبل الفطار بدقائق. الأهالي جريوا على مكان الانفجار علشان يعرفوا إيه اللي حصل، وتبين إن الانفجار وقع في مخبز عيش سياحي انفجر فيه 4 اسطوانات غاز من اللي بيستخدموهم في إيقاد الأفران. الحادث أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 2 تانيين، والمعمل الجنائي في الوقت الحالي بيجري فحص للأدلة الجنائية علشان يحدد أسباب وقوع الحادث. وأخيرا محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكم بإعدام المتهم بقتل طبيب رود الفرج علشان يسرقه. قصة طبيب رود الفرج بدأت قبل عدة شهور، كانت زوجة المتهم بتشتغل خادمة عند الطبيب، وقدر جوزها إن هو يجمع عنه معلومات عن طريقها. بعدها قرر ان هو يسرقه، فراح له في ساعة متأخرة من الليل لمنزل الدكتور وقال له ان انا زوج الخدامة وكنت عايز اتكلم معاك شوية.
فالراجل فتح له بحسن نية، ولكنه فوجئ بالمتهم بيطلع سكينة وبيهدده بيها وبيطلب منه 20,000 جنيه. الدكتور في الوقت دوت حاول ان هو يستغيث بالجيران، فالمتهم كتم نفسه وبعدها سدد له عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، وقع على الارض غرقان في دمه. المتهم هرب، ولكن بعد ساعات قليلة اجهزة الامن كانت قدرت انها تكشف لغز الجريمة وتمكنت من ضبط المتهم. دي كانت اهم اخبار الحوادث والقضايا خلال اسبوع. نشوفكم على خير في تغطية جديدة من الحادثة 7.